وأيضا من إنجاز نسائي إلى إنجاز نسائي آخر كويتي، إنجاز كويتي جديد للمعالجة النفسية الدكتورة عذاري جوهر حياة، حصلت على الترخيص الدولي للعلاج الجدلي السلوكي من معهد لينهان في الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج اضطراب الشخصية الحدية، وبذلك تصبح الدكتورة أو يصبح أيضا مركز الكويت للصحة النفسية معتمدا من معهد لينهان دوليا لاستخدام هذا النوع من العلاج. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. وألف مبروك عليك وعلينا، دائما هذه الإنجازات تضيف لنا في الكويت. الله يبارك فيكم. خلنا نعرف الحين شنو هذا العلاج اللي يعني تم إضافته وترخيصه لحضرتك. نعم، في البداية أنا يهمني أول شيء أشير إلى الصحة النفسية للإنسان. نعم. الصحة النفسية طبعاً لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، مثل ما إحنا نهتم بجسدنا، مثل ما إحنا نهتم بنفسنا، مثل ما نهتم حتى بالوزن أو بشكل الجسم أو بالصحة العامة، لازم الإنسان ينتبه شوية لصحته النفسية علشان يقدر ينتج، علشان يقدر يعيش براحة وبرضى تامة. طبعاً العلاج النفسي علاج ما هو جديد وما هو اليوم وما هو أمس، هو كان من زمان ومن عصور قديمة، ولكن زادت أهميته الآن لتعقد الحياة نوعاً ما، إن الإنسان الحين صار عنده ظروف، صار عنده ضغوط، ما صار عنده قدرة على إنه يدير أموره بشكل فعال، فبالتالي من الممكن يكون ضحية لمشكلة نفسية أو حالة نفسية أو اضطراب نفسي. لذلك العلاج النفسي علاج يعني مهمته الأساسية توفير الراحة للإنسان، والمعالج النفسي رسالته جدا سامية وجدا نبيلة في أنه يحقق هذا المفهوم لكل الناس. العلاج الجدلي السلوكي، أول شيء هو ليش اسمه الجدلي السلوكي؟ أنا ما قلت الجدلي، أنا قلت الجدلي لأن كلمة الجدل تعني باللغة العربية اللي هي المناقشة والحوار والإقناع، ولكن الجدل معناته أن ندمج بين نقيضين علشان نقدر نوصل إلى شيء واحد يقدر أنه يربط بين هالنقيضين. الحين الإنسان إنسان متغير بطبيعته. نبي مثال على هذا، على الجدلي. بالضبط، الإنسان متغير بطبيعته. الإنسان عنده حالات نفسية متعددة، مرة تشوف مزاجه عالي، مرة تشوف مزاجه نازل، مرة تشوف أنه هو عنده قدرة أنه مثلا يتفاعل مع الحياة، مرة تشوف أنه لا والله حاش اكتئاب، فبالتالي في تناقضات بالشخصية. الإنسان اللي ما عنده قدرة على أنه يتعامل مع هذه التناقضات يصير ضحية للاضطراب النفسي أو المشاكل النفسية. تمام، طيب شنو نقصد كذلك المتناقضات الموجودة في حياة الإنسان؟ في ناس وايد ما عندهم قدرة على تقبل الواقع أو تقبل الذات. دكتور عفوا كلامك، هذا شيء طبيعي بأن كل إنسان تحوشه تناقضات، مثل ما قلت أنا في يوم يكون والله مزاجي حلو مستانس، يوم الثاني لا والله مثلا يكون ضايق خلقي، هذه كلها أمور طبيعية. في ناس تعتقد بأن هذا شيء غير صحي. تمام، وهو أكيد، ولكن في بعض الناس اللي أنا راح أشير لهم بعد شوية اللي على أساسه صار في موضوع العلاج الجدلي السلوكي، إن هذيلاك الناس ما عندهم قدرة على التأقلم بسهولة، وبالتالي يبتدون في إنهم يقومون بمشاكل سلوكية ومشاكل انفعالية كثيرة. الآن نجي لموضوع الجدل بما يعني في العلاج الجدلي السلوكي، وهو الدمج بين نقيضين، النقيضين هذولا التقبل والتغيير. يعني هل كل إنسان متقبل نفسه ومتقبل حياته بدرجة عالية؟ بالتأكيد. هل كل إنسان يقدر إنه يعرف شنو جوانب القوة والضعف اللي عنده ويحاول إنه يغيرها؟ لحد الآن المفهوم هذا غامض عند الناس. لحد الآن تشوف تسمع مثلا لو سألت واحد هل أنت راضي عن نفسك، يقول لك ما أدري، يمكن مو إلا، أو مو واصل لدرجة الرضا التامة. فبالتالي العلاج الجدلي السلوكي يعلم الإنسان إنه شلون يفهم نفسه، شلون يدرك نفسه، شلون يفهم مشاعره، شلون يفهم انفعالاته، شلون يفهم سلوكياته، وبالتالي يقدر يعيش بحياة سليمة وبحياة سعيدة. وكذلك العلاج الجدلي السلوكي يقوم كذلك على أساس الدمج بين كل أشياء من الممكن أن تؤدي إلى إيذاء الإنسان نفسه. يعني مثلا في بعض الناس اللي هم مضطربي الشخصية الحدية، تحديدا هذولا اللي على أساسهم صمم هذا النوع من العلاج. الحدية شو نقصد فيها بالضبط؟ الحدية اللي هي بين حدود السواء واللا سواء، بين العصاب وبين الذهان. طبعا الشرح هذا طويل، بس أنا راح أكلمك الحين من الناحية الإكلينيكية لاضطراب الشخصية الحدية. هذول الناس عندهم حساسية انفعالية عالية جدا،
عندهم عدم قدرة على أخذ الأمور بشكل واقعي، عندهم رفض الواقع ورفض الحياة بشكل عالي، عندهم كذلك ردة فعل سريعة مبالغ فيها، عندهم أيضا السلوكيات الاندفاعية الغير مأمونة العواقب. فبالتالي علشان الإنسان هذا يكون عنده كل هذه الأمور والخربطة هذه، ما يكون فاهم نفسه وما يكون مدرك نفسه بالشكل المطلوب، فبالتالي شنو على طول يسوي؟ أي سلوك إيذاء لذاته، سواء كان ميول انتحار أو إيذاء الذات، أو إنه يعني يكره نفسه، يجرح نفسه، يعور نفسه جسديا، يجرح نفسه، يأنب بنفسه، يشوف نفسه أنه هو أصلا غير مقبول فيه، يشوف نفسه أنه هو لا يستحق الحياة وما يستاهل أنه يعيش. فالعلاج الجدلي السلوكي يقوم على أساس أن إحنا نقعد مع الحالة، نحاول أن نفهم نفسه من خلال مهارات، 4 مهارات أساسية للعلاج الجدلي السلوكي، وبالتالي يكون هو بعدين يقدر يفهم نفسه ويفهم مشاعره وسلوكياته، ويقدر يعيش حياة سليمة بعيدة عن أي طرق الإيذاء الذات. نعم دكتورة، وهذا الترخيص اللي خذيتي فأول ترخيص بالكويت، فهو يعطيك مراحل طريقة العلاج. نعم وهو طبعا كله تدخل نفسي، ما في تدخل دوائي. في بعض الحالات من الممكن يكون لهم تدخل دوائي، خصوصا إذا كان اضطراب الشخصية الحدية يعاني من اضطرابات نفسية أخرى، مثل اضطراب المزاج الحاد بحيث أنه يكون عنده اكتئاب عالي جدا، أو مثلا الاضطرابات الذهانية أو الإدمان، فمن الممكن أنه يصير في تدخل دوائي. نعم. ولكن العلاج الجدلي السلوكي يعلم الحالات انها شلون تقدر تعيش حياتها بعيد عن الدواء. وفي حالات فعلا بالنسبه لمركز الكويت للصحه النفسيه، من الناس اللي انا شفتها استغنت عن الدواء تقريبا من 3 شهر للعلاج الجدلي السلوكي. ممتاز. وعاده ايش كثر ياخذ؟ كم جلسه؟ هو مو كم جلسه، هو ياخذ اشهر وسنوات احيانا على حسب طبيعه المشكله. يعني يكون طويل يعني العلاج. نعم هو طويل الأمد. نعم لكن يعني يمكن مواضيع كثيرة في ذكرتي في عندك عن العنف الأسري، وأيضا الميول الانتحارية اللي ممكن للأسف ما بيقول ظاهرة، لكن في ناس عندهم ميول انتحارية. نعم خلينا في البداية نقول إن شنو سبب اضطراب الشخصية الحدية. أول شيء سببه قالوا على حسب النظرية البيولوجية الاجتماعية النفسية السايكوسوشال ثيري، قالت إن هذول الناس يكونون مولودين أصلا وعندهم في مراكز الإحساس الدماغية فيها مشكلة، فمراكز الإحساس عندهم أصلا عندهم اختلال في الاستقرار العاطفي أو الانفعالي، علشان كذي ردة الفعل الانفعالية تكون مبالغ فيها. طيب هذه الناحية البيولوجية. الناحية الاجتماعية طبعا الطفل اللي يكون حساس وايد ويزعل بسرعة، والناس يعني أهله اللي موجودين في البيت والأم والأب مو عارفين شلون يتصرفون معه، فبالتالي يوخرون مثلا عن المشاعر هذه، مو عارفين شلون يتصرفون معه، شنو من الممكن يصير؟ ممكن يصير في تعنيف لا أو عقوبة. فبالتالي وجود عامل بيولوجي مع عوامل اجتماعية كعنف أسري أو مثلا إساءة جنسية أو إساءة إهمال، من الممكن أن تطور فيما بعد بصور لاضطراب الشخصية الحدية. نعم دكتور احنا متواصلين وياك إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل مستمرين معكم مع الدكتورة عذاري جوهر حياة المتخصصة، وهي المعالجة للسلوك الجدلي السلوكي. عدل كذي؟ العلاج الجدلي السلوكي لاضطراب الشخصية الحدية. اضطرابات الشخصية نعم. بس احنا كنا قاعد نسولف يعني بالفاصل، دائما نشوف كل يعني الافلام خصوصا الاجنبية، والان يعني حتى المسلسلات بشكل عام حتى الخليجية، دائما تكون لازم فيها شخص يعني سايكولوجي، يعني في مشكلة في اضطراب، ودائما يتصل ويا جريمة، يعني لازم انه ما دام في اضطراب سلوكي يكون مجرم. فهذا موجود في الواقع ولا هذا فعلا هو خيال؟ تمام. لو نبي نتكلم احنا كناحية علاجية، طالما الحلقة عن العلاج الجدلي السلوكي، احنا في البداية لما نقعد مع الحالات، سواء كان حالة فعلا يعني انسان مريض او انسان سوي وما في اي شيء، الواحد ليش يلجأ الى العنف او العدوان؟ تشوفه يا انه مو قادر يتقبل الواقع اللي هو فيه، او انه تكون عليه ضغوط، او انه مو عاجبه الوضع. فبالنسبة للعلاج الجدلي السلوكي هو يقوم أصلاً على تعلم مهارات
ان الواحد شلون يدير انفعاله، شلون يفهم مشاعره، شلون يقدر يعبر عنها بالطريقه السليمه البعيده عن المشاكل، بالاضافه الى اداره العلاقات الشخصيه، ان شلون يقدر يدير علاقاته الشخصيه، شلون يقدر يعرف يختار منه وما يختار منه، وهم بعد شلون يقدر انه يواجه الازمه في حال إذا كان عنده مثلاً نوبة انفعالية شديدة، مو عارف شلون يتصرف، شلون نعلمه يعني في مهارات العلاج الجدلي السلوكي، إنه شلون يقدر يدير الحالة الحالية سواء الانفعالية أو الاندفاعية وما يسوي أي شيء يؤذي فيه نفسه أو غيره. فهذا هو العلاج، يقوم على أساس كذي، تعلم مهارات في كيفية إدارة الذات، إدارة الغضب، إدارة الانفعال، الإدارة الذاتية، العلاقات الاجتماعية مع الغير ومع النفس، علشان يعيش بحياة سليمة خالية من المشاكل. نعم. ودكتورة، الأعمار شنو اللي تتم المعالجة لها؟ الأعمار، لأن هذا النوع من العلاج يتطلب تقريبا يعني مهارات إدراكية، مهارات بالفهم، مهارات بفهم الذات، تقريبا من 13 سنة إلى سن الرشد، وفي دراسات كثيرة أشارت أن كذلك هو فعال لعمر 60 سنة أو أكثر. ممكن، لكن دكتورة ذكرتي بأن العلاج ممكن يطول، يأخذ أشهر، يأخذ سنين، إلى متى يعني؟ إذا سنين كذي تكون الحالة يمكن يعني مستعصية؟ احنا ما نقول سنين، احنا نقول تقريبا من 6 أشهر الى سنة. نعم. وفي بعض الحالات المستعصية من الممكن تكون سنة ونص الى سنتين، ولكن اثناء العلاج نفسه يكون في تغيير، في تطور. يكون في تطور. اي نعم، يعني مو القصد انه بعد 6 أشهر انت تشوف الاثر. لا، القصد انه بعد 6 أشهر من الممكن يكون انسان خلص تعلم كل المهارات بالشكل الكافي. ومن يلاحظ هذا التغيير دكتورة؟ النفس المريض هو يلاحظه، ولا مثلا اللي حواليه يلاحظون هذا التغيير؟ بالطبع، المريض نفسه، اللي حواليه، المعالج النفسي، فريق الاستشارات، يشوفون هذا التحسن. وفي دائما احنا نسوي قياسات، قياس قبل العلاج وقياس بعد العلاج. قياس قبل العلاج اللي نقصد فيه نشوف شنو هي اهم الاعراض الظاهره للحاله المرضيه هذه. مثلا نقول ان انسان عنده ميول انتحاريه او ايذاء ذات مرتفع، نسوي له اول شيء الدايري كارد، وفي بعد كذلك مقاييس لتنظيم المشاعر في الأول، وبعدين بعد الجلسات العلاجية نرد نسوي له مرة ثانية التقييم هذا، ونشوف إنش كثر قل عن قبل. نعم دكتورة، يمكن بعض الحالات تكون ضحايا مثل ما ذكرتي، يعني تأخذون من 13 سنة 14 سنة سن المراهقة، فيمكن أمه وأبوه يبون يبغى يشوفوا هذا عنده مشكلة نفسية، عنده اضطراب، لكن لما تشوفين الحالة تشوفين مو هو اللي عنده مشكلة، أسرته، البيت اللي عنده مشكلة. تمام. العلاج الجدلي السلوكي الحلو اللي فيه انه في فترة المراهقة العلاج النفسي فيه لازم يتم وجود الطفل او وجود المراهق مع الأسرة في نفس الجلسة، لان الجلسة العلاجية هذه او العلاج الجدلي السلوكي يقوم على اساس التفاعل. نعم. التفاعل بين الطرف اللي هو صاحب المشكلة وبين المحيطين. فاحنا في سن المراهقة نحط الأهل في الجلسة مع المراهق، يعني بالضبط، علشان نشوف وجهات النظر ونشوف التناقضات اللي أحيانا تصير، لأن التعارف في سن المراهقة المراهق دائما يكون عنده رغبات الأهل ما يرضون إنه يلبونها، فبالتالي التناقضات هذه تسبب مشاكل. بالضبط. فإحنا نقعد معاهم مع كل الطرفين ونحاول إنه نوجد شيء يتفق عليه يعني الاثنين. نعم دكتورة، هل طبعا حضرتك انت لان الوحيدة اللي تقومين في هذا العلاج الجدري السلوكي، فواجهتك مثلا حالة كانت صعبة؟ هو من المؤكد ان تكون مثل هذه الحالات صعبة جدا، لان الميول الانتحارية انت ما تقدر انك تداويها او تعالجها بيوم وليلة، تاخذ مدى يعني زمن شوي على ما يصير في استقرار الحالة الانفعالية، على ما انك تسوي السيفتي وتسوي الحماية. يعني دكتورة، من داخلك حسيتي بان هذه الحالة ممكن تكون بينك وبين نفسك انه ميؤوس منها، يعني صار تحدي داخلك انك تعالجينها؟ بصراحة انا ما وصلت لهذا الاحساس، واتمنى ما اوصل له، علشان ما ابي اني افقد الامل. أكيد. بالعكس، انا دائما اتحدى ودائما اتحدى الصعوبات، واحاول كثر ما اقدر اساعد الشخص اللي يعاني، لان فعلا مهمتنا احنا كمعالجين نفسيين ان نسمع الصراخ الداخلي اللي موجود بكل انسان، واللي ما يقدر انه يعني يعبر عنه بشكل فعال، فبالتالي انا احب اساعد الناس. نعم. هذه. ودكتوره طبعا في اكثر من طريقه للعلاج، كانت فردي او جروب ثيرابي، مجموعه. إيه. هذه ليش، متى نسوي المجموعه؟ يمكن يعني
يمكن يصير فيهم يعني واحد يستحمل الثاني انه يعرف انه في شيء. لا بالعكس، هو الجروب ثيرابي احنا ما نتكلم فيه عن المشكلات الفرديه لكل واحد، الجروب ثيرابي يصير فيه تعلم مهارات الجدليه. يعني اعطيك على سبيل المثال مهاره تنظيم المشاعر. مهاره تنظيم المشاعر يعني ان شلون الجروب يقدر انه يفهم شعوره، شلون يقدر يوصف الشعور، شلون يقدر يسوي رول بلاي. يعني كلهم نفس المشكله، كلهم تقريبا نفس المشكله، اي ناخذ المشاكل اللي تكون متشابهه. نعم دكتوره، ذكرتي بالفاصل بين هل ممكن تاخذون اتصالات بعد فرديه؟ اي نعم، ناخذ اتصالات، احنا نوفر خدمه الاتصال الهاتفي الطارئ في حال اذا مثلا واحد او وحده نوبه ايذاء الذات كانت مرتفعه عنده ويبي ينتحر، فبالتالي احنا نقول له انه قبل لا تجيلك النوبه هذه وتقوم انك تسوي على طول تتصل علي علشان اعلمه المهارات واحاول انه اوفر له بيئه امنه. دكتوره تصير هذه بالكويت؟ يعني مثلا الجروب ثيرابي هذا دائما احنا نشوفه بالافلام ونشوفه يعني بالاجانب هم يستخدمونه، يعني عندهم الجراه في الحديث حتى مثلا الاتصال. يعني صارت لك حاله بان احد دق عليك قالت طبعا طبعا طبعا، يعني طول فترة العلاج في عندي حالات وايد. أنا طبعا قسم الأطفال والمراهقين، ففي وايد مراهقات يتصلون علي. يعني أكثر شيء شنو، البنات ولا الشباب؟ البنات أكثر، عند البنات المشكلة أكثر، الشباب تقريبا يكونون إدمان أكثر. إدمان مخدرات تقريبا، يعني اضطراب شخصية حدية مع الإدمان. لكن البنات هم أكثر الاتصال، أكثر اتصال كميول انتحارية. وعادة شنو تكون الأسباب؟ هل هي أسباب حب ولا مثلا أسباب كآبة ولا؟ إذا رحنا نبي نعرف الانتحار كانتحار، وهو معناته أن إيذاء الذات عن عمد برغبة التخلص من الحياة، تمام؟ نبي نشوف أن أساس إيذاء الذات شنو؟ هو شغلتين، اختلال عاطفي أو عدم قدرة على تنظيم مشاعر زائد اندفاعية مرتفعة. فلما نبي نشوف السبب نشوف يا أما مثلا يكون نتيجة فقد، يعني مثلا واحدة فقدت شخص أو إنسانة عزيزة عليها، أو إن هي بينها وبين نفسها مو فاهمة نفسها ومو فاهمة مشاعرها، لأن عندها صراع داخلي جدا عالي ومو عارفة إن شلون يعني تسيطر عليه، أو يكون نتيجة إنها هي راضية إن حالها كذي، فبالتالي خلاص الموضوع عندها إنه صار مثل عادة سلوكية واندفاعية، إن أنا إذا حسيت نفسي مو فاهمة نفسي أروح أجرح ذاتي علشان أعوض الألم الداخلي اللي أحس فيه بألم جسدي. نعم، فيعني هذه ممكن بالاتصالات تحاولين بينك يعني تعالجينها ولا مثلا تخففين من العواقب؟ إيه، أثناء الاتصال نعم. أول خطوة أسويها إنه أسوي لها السيفتي، أسوي لها الحماية، أقول لها إذا في أي شيء يمك الحين راح تأذين نفسك فيه واخري، إذا في أي أحد قريب منك مثلا الوالدة أو الأخ أو الأخ روحي قاعدي عنده، يعني أسوي له أول شيء حماية. نعم، حماية. ثاني شيء أسوي لها اللي هي التذكير بالمهارات، إنها تحاول إنها تمسك نفسها، تتنفس تنفسات عميقة، تحاول تركز باللي قاعد تسويه، وإن حتى إذا الذات ما راح يحل المشكلة وما راح يغير شيء، وأعلمها على مهارات مواجهة الأزمة، يعني شنو الشيء اللي تقدر تسويه علشان تخفف من الاضطراب الانفعالي اللي صار عندها. نعم دكتورة، هم بعد ممكن جانب اجتماعي ثاني، يتلج حالة يعني شابة أو شاب واضطراب معين وتم علاجه وقت مثلا الزواج بيتقدم أو وحدة تقدم له، هل من الضروري هي تذكر والله أنا كان فيني كذي وتعالجت، ولا ما له داعي تذكر أو يذكر؟ لا ما له داعي تذكر، مو من الضرورة يعني أنها تذكر، ممكن مثلا من الأمانة ولا هذا ما له علاقة؟ لا، لأن أنا أقول لك أنا فئة مراهقين. نعم. مراهقين يعني 13-14 سنة، حط مدى زمني 10 سنين لقدام او 15 سنه وواحد راح مثلا يبي يتزوج. نعم. فهل من الضروره انه يقول انا من قبل 15 سنه كنت اعاني من كذا وكذا؟ يعني ما له داعي بان هذا يذكر نهائيا، هي تعتبر كانه مرض يعني وتعالج، كانه حاله اي وانه خلاص تعالج منها. نعم. نسمع دائما دكتوره عن الانتكاسه، ايش المقصود فيها ومتى تصير؟ الانتكاسه معناته رجوع الحاله الى الاضطراب مره ثانيه بنفس الدرجة أو قد يكون أكثر، وكل انتكاسة تختلف على حسب الاضطراب النفسي الخاص فيها. العلاج الجدلي السلوكي يعلم الحالات يعني بعد العلاج وتعلم المهارات أنهم شلون يقدرون في وقت الانتكاسة يتصرفون. ممتاز. فهذه من ضمن المزايا الجديدة كذلك في العلاج الجدلي السلوكي. دكتورة اللي وده يتواصل معك شلون الطريقة؟ طبعا المشاهدين.
طبعا أنا موجودة في مركز الكويت للصحة النفسية في مركز المنارة، الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وموجودة كذلك في مكتب الإنماء الاجتماعي في التابع لديوان سمو مجلس الوزراء. نعم، واللي وده مثلا يتواصل معك في السوشيال ميديا مثلا انستغرام. إيه أنا عندي الانستغرام وعندي الإيميل وعندي المسمى. كل شيء. المسمى دكتورة عذاري جمار، نعم. حياتي اختصاص علاج نفسي. ممتاز، كلمة أخيرة، نصيحة أخيرة. نصيحة أخيرة أحب أقول إن الحياة تستاهل إن نعيشها. نعم. والحياة تستاهل إن نعيشها بكل سعادة وبكل راحة. أتمنى لو كل مشاهد يقعد مع نفسه ويحاول يفهم نفسه ويسعد نفسه أكيد. علشان يرتاح وعلشان يحس بالراحة النفسية المطلوبة. تسلمين، كل شكر لك دكتورة، باسمكم أشكر الدكتورة عذاري جوهر حياتي، معالجة نفسية. خلكم معنا بعد الفاصل مع ضيف كريم.